شبكي. شو كل هاد؟ برافو عليكي. أنا كيف قدرت كذب هيك؟ بس كانت كذبة مقنعة كتير. أنا ما بيطلع معي بالعادة هيك شغلات. هلأ بصراحة صح متضايقة لأني كذبت على أمي، بس لما ما تكشف كذبتي بحس بالنصر وكتير بنبسط. ليلى بنتي كم رجالي؟ أنا تعبانة وبدي روح أتسطح شوي بنتي. لا تاكلي هم، أنت بس ارتاح. أعمل لك شاي؟ أعملي حبيبتي. يا الله دخيلك. هلأ بالبداية ما فهمت شو قصدك، لما عملت فهمت إنه قصدك حادث. عن جد؟ هلأ هي معناتها حادث؟ بعتت لي ليلى رسالة عم تسألني كل شي منيح؟ نحن مناسبين لبعضنا، مو هيك حياتي؟ وكتير حبيبي. غير هيك نشبه بعضنا كمان. ايه كله تمام وكتير رواق. هلأ ارتاح قلبي. ألف الحمد لله، الله يحميهم، إن شاء الله يضلوا هيك على طول. شبكي كأنك شاردة، بشو عم تفكري؟ الراس الحلو شو عم يدور فيه؟ جان أنا كتير بحبك بصراحة، ما بدي نخسر بعض مرة تانية. وأنا بحبك يا روحي، ما تقلقي ما رح تخسريني، لأني ما رح أتركك لو شو ما صار. لا تتركني. قلبك عم يدق كأنه ما أغباني. طبيعي إنه يدق، بس أنا قصدي إنه قدرانة أسمعه. إيه طبيعي كتير تسمعي، ما أنتي جنبي حبيبتي، غير هيك أنا كمان بحب طالع كتير أصوات بكل شيء، حتى بالشغل على فكرة، بحب أعمل ضجة حوالي دائما. تعرف إنه لما كنت صغيرة فكرت إنه قلبي عن جد شكله مثل القلوب اللي منشوفها على الكروت. عادي حبيبتي، ما في ناس لهلا لساتها مفكرة إنه الأرض مسطحة مانا كروية. لا فوق بيحاولوا يقنعوكي بهالشي. لا عم تنزح. لا ما عم امزح بنوب، وموجودين حوالينا. تعرفي كمان في ناس بعدهم بيفكروا إنه عن جد الوحوش موجودين لهلا. لا إيه مثل ما عم قلك، لو بولين تطلع من حياتنا. كيف؟ ولا شي. الهوت شوكليت اللي عملته كان كتير طيب، يسلم ايدك. يعني بصراحة حاولت ساوي شي من الموجود حبيبتي، هون ما في مطبخ، وإلا كنت عملت لك شغلات تانية. عنجد؟ أكيد. لو كان في عنا مطبخ كنت عملت العجايب وأكلات كتير طيبة، خاصة البيض بأنواعه. أنت عنجد عم تحكي؟ أنا كتير بحب البيض مسلوق. وأنا كمان. مين إجا بالأول، البيضة ولا الدجاجة؟ ما بعرف ولا بدي أعرف، لأني بحب الديك أكتر. جون يا الله قديش هو لطيف. مين هو اللطيف يا ريهام؟ ما بعرف، ماني متأكدة. يا فكري مرة تانية، فكري وقولي لي حبيبتي. انت حياتي، انا جوعانة كتير. جبت لك كعك كان سخن لدرجة ما قدرت امسكه، فاستنيت لحتى برد وبعدين اجيت. هلا بدي. عن جد؟ ايه رح اقعد معناتها. طيب وين بدنا ناكل؟ هون حبيبتي؟ اوكي ماشي. اعطيني لصب عصير الفواكه. يا الله كتير الجو برد هون. شو رحت انت وجيجي على المطعم؟ شكلكم صايرين رفقة مو؟ بدي أخذك ونروح أنا وياكي كمان، الأكل طيب هنيك. صراحة مو جاي عبالي روح.
معناتها وانا كمان مو جاي على بالي. عجبتني القعده هون اكثر. اوكي، معناتها شو رايك تبعتي رساله لامك تقولي لها وين انت، وبعدين بنطفي موبايلاتنا وبنقعد على رواق. حياتي وقت امي رح تجي لعنا وحامله بايدها صحن ورق عنب كبير. اذا كان الموضوع في ورق عنب فانا موافق، يعني مو مشكله. مو مشكله؟ طيب اذا خطر على بالها تسال، انتوا ضليتوا هون لحالكم ليله امبارح؟ شو رح تقلها؟ إيه وقتها خلصنا رح احكي كل شيء عندي. رح اتحمل المسؤوليه كلياتها وحاول اقناعها. شو القصه؟ شو رح تقلها؟ رح اقلها بنتك هي انا بموت عليها وبحبها اكثر من حياتي، وانه بعمري ما حسيت هيك مع حدا، ورح اقلها ما فيني اعيش بلاها. ما تحكي معها بهالطريقه، لازم تنفعل شوي على الاقل. طبعا رح انفعل حبيبتي روقي، رح احكي. اعطيني لحظه بس، هي شو رح تقدر تعمل معنا؟ نحن مناسبين لبعض واحلى ثنائي بالعالم، ما رح اسمح لمخلوق يفرقنا عن بعض وحتى لو كانت امك. لا حياتي، لما امي تفنجر عيونها بهالطريقه لدرجه بتحس النار عم تطلع من عيونها، بتقرب منك بتقرب بتقرب، بتقلك انت وياها ضليتوا امبارح هون لحالكم بهالبيت، ساعتها شو رح تقلها؟ إذا هيك بلا ما ناكل ورق عنب، بس لازم نغير ثيابنا قبل ما نروح مشان ما نبين إنه ضلينا مع بعض. طيب وإذا خطر لو سألتنا أنتوا بدلتوا ثيابكم بغرفة واحدة، شو رح تقلها وقتها يا شاطر؟ قلي. لا حبيبتي مو لهالدرجة. ريهام بتعرفي شو الشغلة اللي جاية على بالي بهاللحظة وبدي إياها كل يوم؟ وشو هالشغلة؟ والله يا عزيزتي شغلة بعشق ريحتها كتير. ايه؟ شكلها حلو وتفاصيلها بياخدوا العقل. دافية كتير ولما بمسكها بتدفيني من جوا. شو هي؟ خصرة نحيف وبجنن. لك شو هي؟ مو معقول شو غليظ. ايه؟ جاي على بالي شاي بالكاس اللي إلها خصر. قلت شاي؟ ايه شاي. كيف يعني؟ عن جد شاي؟ ايه عن جد شاي. ليش؟ انت شو فكرتي لك؟ شاي؟ ايه توقعت شاي. ماشي خلينا نوقف بشي محل لتشرب شاي بالكاسة اللي إلها خصر. لا لا انا اصلا ما جاي عبالي الشاي العادي، انا بدي الشاي يلي انت بتعمليه. من لما تركتي الشركة وكاسات الشاي زعلانة على غيابك، على فكرة ما عاد شربت شاي مثل الخلق. ايه ويكون. يلا منيح انك رح ترجعي. ارجع لوين؟ قصدي على الشركة لوين يعني؟ وأول شيء رح تعمليه هو الشاي. ليش أنا رح أرجع لعندكم؟ طبعا أكيد وهلأ فورا. بس أنا ما عم خطط إني أترك دار النشر حياتي. أنا عم أشتغل على كتابي هلأ وعم أتعلم كتير أمور هنيك. وتاني شغلة ما فيني أترك غيث فجأة. مين هاد غيث؟ مين هاد؟ لا جننيني، فهميني مين بيكون؟ لا يا الله جان، إذا بتريد اهدى شوي. أنا هادي حبيبتي وكتير كمان، حتى رح صف السيارة هلأ لحتى ورجيكي قديش أنا هادي. ما تفكري إني منفعل أبداً، أنا هلأ كتير هادي ورايق. طلع أنا هادي جان. ليش عم تغار من غيث لهالدرجة؟ ما عم أفهم عليك. أنا عم غار منه؟ كيف بيّن معك إنه أنا غيران من هاد الغبي؟ وليش لغار منه؟ شو هالاتهامات السخيفة هي؟ معقول عم تقليلي ما فيك تساوي هيك بغيث؟ ليك تركي علي وانا بساوي فيه كتير شغلات، فيني اعمل شغلات عجيبه غريبه بهذا الغبي. مثل شو؟ فيني غلفه على شكل هديه مثلا وببعته على الهفا روحه بلا رجعه وبرتاح من هالقرف كله بحياتي. مين هاد كرمال الله قليلي؟ غيث بيكون مديري، يعني مين بده يكون؟ مديرك؟ مين ما فتح شركه صار مدير بهالايام هاي؟ اصلا انا اهملت شغلي وما رحت على المعرض كمان. لك يا ريتك رحتي. ريهام كنتي روحي ولا تزعلي. جان بترجاك حاول تروق شوي، إذا ما سمع كل واحد منا للتاني وما فهمنا بعض رح نتخانق مرة تانية. طيب حبيبتي تفضلي احكي، عم بسمعك. يلا تفضلي كلي آذان صاغية ومنصتة. أنا بصراحة كنت عم فكر إذا بعدنا عن بعض شوي بتخيل أحسن لإلنا. شو هالحكي؟ عانينا كتير لحتى نبقى مع بعض، طلعت روحنا. ليش بدك أنا نفترق هلأ؟ شو؟ لا أنا ما قصدت نفترق بنوب، بس رح نشتاق لبعض بالفترة اللي ما منكون فيها سوا. بتخيل هالشي منيح وحلو لإلنا. لك انت شو عم تحكي؟ طالما هيك انا ليش ما رحت على البلقاء؟ هاد لانك مغرم فيني حياتي وما فيك تتركني الموضوع بهالبساطة. اكيد انا مغرم وحتى مستحيل بعد عنك، بحبك كتير، بس انت هلا معقول تتصرفي هيك مع الشاب يلي بحبك؟ ما بصير حياتي. غلط تعملي هيك، ما تزعلي الانسان يلي بحبك.
مو حلوة منه. خلينا نفوت نخبره سوا انه بدك تستقيلي، ها؟ تعي نفوت نقول له نحن بنستقيل، كأنه نحن شخص واحد، هيك أحلى، إيه؟ جان جان، ماني قدرانة أقرر شو بدي هلأ، لهيك أعطيني شوية وقت لحتى أفكر بالموضوع على الأقل، ما بصير أترك هيك بدون ما مهد له. مع هاللطافة موافق. أنت اللطيف حياتي. منتغدى مع بعض بكرة ماشي يا عمري؟ وهيك رح نشتاق لبعضنا شوي. أنا مشتاق لك بكل الأحوال، يعني حتى وأنتي معي ضل دائماً مشتاق لك. بس أنا فهمت عليكي، أنتي جاي على بالك أعزمك على شيء واللي هو لحمة بعجين. أوف، أنا بموت باللحمة بعجين. على فكرة اللحمة بعجين أكلتي المفضلة، ما بتتخيل قديش بحبها. جيجي، شو الموضوع؟ ليش زعلان هيك؟ والله حالة اشتياق. تعرفي شو هي الصداقة لوريس؟ الصداقة هي عبارة عن سلسلة كتير طويلة من المعارك الحلوة، فهمتي؟ هي بتخليكي دائماً تعطي الدعم لرفقاتك ليقوا فيكي، وأنا بحاجة لرفي. يا الله قديشك حباب، اشتقت لريهام. ما هي؟ ما خص ريهام. ريهام ما خصها؟ لا. لكن مي؟ صباح الخير يا شباب. صباح الخير. ليكو اجى لهون. صباح الخير جيجي. خلص انزل بقى. بس بدي اعرف شو بيخطر لك. بلا هالحركات شباك. خلص جان بيك، اهلا وسهلا. جان انت ما سافرت؟ لا ما سافرت دارين، انا هون لسه. ممتاز، فرحتني كثير عن جد. صباح الخير. صباح النور بولين. صباح النور، اهلا فيكي. بصراحه ما بعرف انك جايه وهون ما حدا خبرني بشي. معقول ما حدا خبرك حبيبتي؟ نحن عنا شغل متعلق بالكتاب ولهيك اجيت. حلو كتير، رح تشتغلوا مع بعض. لكن صحي، كنت بدي اسالك عن شغله. قدرتي تحكي مع غيس شي؟ لاني سمعت انه هو بده يروح على معرض بازمير، وكان بدي اعرف كيف كان المعرض هنيك يا ترى. غيس ما راح، قصدي ما قدر يروح. ما قدر، طبيعي ما راح يقدر. مثل ما قالت ما راح. لك بفهم من هالحكي انه الكل هون هلا، كثير منيح من زمان ما اجتمعنا هيك. لان تعالي نروح على المكتب. منروح، يلا بشوفكم. بشوفك جان بيك. لحظه، كان بدي اسالك سؤال قبل ما تفوت مشان ما ادخل واقاطعكم. مشروع جمعيه الرفق بالحيوان اللي كنا بدنا نعمله من زمان، بتذكره؟ ايه. صار وقته هلا، شو نعمل؟ من اجله ولا منخليه بجدول الاعمال يا ترى؟ لا لا اصحك، ما تاجلي شيء بنوب، بالعكس حطيه بالمقدمه، اليوم فينا نبلش فيه. تمام، وانا هذا رايي كمان، لك رح نبلش فيه فورا. منبلش فيه فورا، اوكي. بشوفكم. بشوفك. خلص جيجي الضبط. سلام. جيجي شو عم تساوي؟ ليش هيك عم تطلع بالمخلوقه؟ لك هي حيه. جيجي شو عم تساوي؟ عم حاول اسحب جنبيك لبر الامان، ما لازم يكون مع هي الساحره بنوب. خلص حمار. لك وطي صوتك والا رح يسمعوا. هي حيه ما بتسمع، لانه الحيايا ما بيسمعوا ابدا. كيف يعني الحيايا ما بيسمعوا؟ اكيد هي حيه خطيره، حيه سامه كثير، اذا تنفست بتقتل اللي قدامها. خلص جيجي خلص، ليش نطيت على الزلمه مثل القرود؟ لانه هو رفيقي الوفا. لكن شو؟ لهيك عم بقول لك، بيعتبرني هيك كمان. ما عندي شك. طمنيني اختي، يعني تصالحتوا اموركم تمام؟ لغيتوا فكره انكم تنفصلوا مره ثانيه ان شاء الله؟ علمي علمك اختي، انا متفاجئه كثير، بس نحن هلا مع بعض. مبسوطه كثير مشانكم كثير. لكن نسيت اتصل بغيث، شو عم يعمل بالمعرض هلا يا ترى؟ ما في داعي حبيبتي، لانه ما راح على ازمير، كان هون الصبح، راح على اجتماع هلا بيرجع. عن جد عم تحكي؟ يعني بسببي ما راح لهنيك؟ شو دخلك انت؟ لا تقولي هيك. ليكي اختي جان، ما بده يعني ضل عم اشتغل بدار النشر، طلب مني ارجع على الشركه. انا عم حاول اجل الموضوع بس ما بعرف شو بدي ساوي. لا تقولي. يا ريهام. غيس، انا رح ارجع على شغلي. اسفه، اضطريت روح بشكل مفاجئ امبارح. ايه ما كنت متوقع هالشيء.
ما تواخذني أنا كتير خجلانة منك، بس أنت ليش ما رحت؟ ما بعرف، يعني قلت لحالي إنه فينا نلتقى فيها هون باسطنبول وفينا نلتقى بأكثر من ناشر، بس ما في داعي نستعجل بنوب. بس السبب الرئيسي لعدم روحتي هو إنه عندي شيء مهم كان لازم إنهي. شو هالشي المهم بقى؟ قصدي إذا ما كان شيء شخصي. لا لا، القصة متعلقة فيكي أنت وبكتابك. وبكتابي؟ كنت عم حاول أتواصل مع فنان من وقت طويل، وهو مشهور وربحان أكثر من جائزة، وكان عنده وقت فراغ الصبح، لهيك قررت ما روح علي الفرصة. واحذري شو ساويت؟ عملت جهدي أقنعه يرسم غلاف لكتابك. عن جد عم تحكي؟ إيه طبعاً، حتى أني دفعت له كمان، وإلا ما كنت قدرت أقنعه. بتعرفي قد صعب توقعي عقود مع هالناس، بس مرتاح، القصة بتستاهل، لأنه حماسي لكتابك ما بيقل عن حماسك أبداً، بدي يكون كل شيء مثالي. ريهام، في شيء مشكلة؟ كأنك مو مبسوطة، مثل ما بتعرفي غلاف الكتاب مهم كتير. مو هيك، مبسوطة باللي عملته، بس تفاجأت لأنه كل شيء صار فجأة. كتابي مانو جاهز لسه. ايه بعرف هالشي، بس انا واثق انه رح يخلص باقرب وقت. يعني نحن رح نضل على تواصل مع الفنان ومنعطيه ملخص القصة، ويمكن هو يعطينا شوية افكار كمان. انت ما تشغلي بالك بالقصة، بكفي انه تركزي على شغلك. ماشي، بالمناسبة انا رح احضر العقد اليوم، غير هيك كمان رح اعطيكي دفعة اولى اذا وقعتي. حاطة ببالك نسبة معينة؟ شو هاي النسبة؟ المفروض الكاتب يطلع له نسبة معينة من المبيعات، هيك بتمشي الامور. في شي نسبة معينة حاططيها ببالك؟ لا، لأنه ما فكرت رح أكسب مصاري من ورا هالكتاب، مو كتابي الأول، فما فكرت بهالشي. فكرة نشر الكتاب هي المهمة بالنسبة إلي. كوني واثقة أنه اللي بتكتبيه مهم كتير بالنسبة إلي. شكراً إلك، بس ما رح أقدر حدد النسبة هلأ. طيب، حددها أنا إذا بدك. تمام، ماشي، ورح كون كريم معك، لا تقلقي. شكراً لإلك. أوكي، معناتها موفقة بشغلك. شكراً كتير غيس. ريهام، بارح انتي مو رحتي هيك فجأة وأنا ما سألتك ليش؟ ايه أنا كان لازم أحكي أنا وجان، كان لازم نظبط شوية أمور بيننا. فهمت، وإن شاء الله مشي الحال بالأخير. مشي الحال، رجعت الأمور طبيعية. حلو كتير، سعادتك مهمة وهالشي أكيد طبعاً. انبسطت، بتمنى لك السعادة. كرر أسفي لأني ما كنت متواجدة هون. هلا بصراحة ضايقت شوي، بس إذا عملتي لي شاي على طريقتك يمكن غير رأيي. بدك شاي؟ شاي وأنت مغرم بالقهوة؟ إيه ليش؟ ماشي لا. بس بدي روح على الوكالة وبعدين برجع بساويها، ممكن؟ إيه روحي عادي، بولين رح تجي مشان الكتاب، أنا برجع بعد شوي. هلا في مستويات مختلفة بالتعامل، يعني حبيبتي؟ انت بتنادي له جان بيك وبكل رسمية، بس نحن صداقتنا مختلفة كتير وفي مودة بيناتنا. بدي احكي معك جيجي. تعال. ايه عن اذنك. ايه ريهام، قلي لي شو صار، بلشي بالتفاصيل دغري. ريهام؟ ايه امي. اي ام، شو عم بصير هون؟ اسف، بس لما انا سمعت صوتك فجأة حسيت بالحنية لامي فقلت امي هيك. ريهام كمان قالت امي، مو هيك ريهام؟ يمكن لانه هي مثلي بتعتبرك مثل امها. شو عم بتقول انت؟ نورة خانم ما تواخذي. وعلى شو بدي واخذه؟ شايفة قديش منيحة، ما بيهمها أبداً هالقشور، لهيك بنادي لأمي دائماً. إيه كيف كانت ليلة مبارح؟ إن شاء الله اتفقتوا. كيف؟ كانت عادية كتير، يعني مثل أي ليلة تانية. شو هاي عادية؟ يعني هيك ما حسيتي قلبك كان عم بدق بطريقة غريبة لأنكم كنتوا سوا؟ ما تخيلت تسألني السؤال. ها؟ خجلتيني كتير عن جد. لك حتى أنا خجلت. عن جد شو بدي أحكي؟ هلا بصراحة احكي. ما صار أي شيء، كانت ليلة عادية. زعلتيني منك، معقول هيك؟ التقيتي بشخص مهم كتير وما كنتي متخيلة تلتقي فيه بحياتك، وهالشي بالنسبة إلك المفروض إنه يكون نجاح كتير كبير. ما فهمت عليكي. أنا قصدي ما كنتي رايحة على أزمير لتلتقي بكاتبتك المفضلة، عم بحكي عن هالموضوع. لا، ما قدرت روح على أزمير، صارت معي مشكلة وما رحت. هيك لكان، زعلتيني كتير. هالحالة راحت عليكي فرصة لقاء كاتبتك المفضلة. ما قدرت ألتقي فيها، مو مهم. مو مهم برأيك؟ معقولة أنتي؟ ما لازم تعيد الأغلاط اللي عملتيها بهالشركة هي. لا ترجعي تعيدي أغلاطك، تعلمي إنه ما لازم تخلطي شغل بالحياة الشخصية تبعك ريهام، وإلا ما رح تدوقي طعم النجاح. مو مهم أساساً، أنت ما عم تخططي لمسيرة ناجحة بحياتك. غلطانة يا خانم، عندي خطط كبيرة وعم أشتغل عليها هلأ.
اه والله؟ يلا لك فاجئينا. سمعت شلون عم تحكي معي؟ جان طلب مني اترك دار النشر وارجع لهون، انت لو كنت مكاني بترجع؟ لك ريهام خبريني شو صار امبارح. خلص بخبرك بعدين. اوكي بنرجع لحديثنا، وين كنا؟ ماشي، الصداقة هي مثلا جان بيك، شبك انت ليش فكك نازل هيك؟ يعطيكم العافية. أهلا وسهلا حبيبتي. وهي كمان، وين ما ضيعتها بلاقيها عندك. أهلا وسهلا ريهام، سمعت إنكم رجعتوا لبعض وفرحت لكم كتير. عم تقولها من قلبها. أكيد رح ترجعي على الشغل هون مزبوط؟ باعتبار إنه تأليف كتاب ونشره شغلة صعبة عليكي، الكل بس يبلش شغل بيكون عنده طموح وبعدين بيستسلموا لأنه ما بيكونوا كفؤ. لا بصراحة أنا ما عم فكر وقف الكتابة حالياً، لهيك ما رح أرجع على الوكالة، رح ضل بشغلي بدار النشر. أنت شو عم تحكي؟ ما فهمت، ما رح ترجعي؟ مو قلتي رح تفكري؟ إيه فكرت بالموضوع وأخذت قراري. رح كمل شغل بدار النشر. فاجأتيني كتير، عن جد ما توقعت هالشي. شكله غيس ما غلط بحكمه عليكي وكان معه حق. بشو كان معه حق؟ ما فهمت عليكي، يعني شو حكى بالضبط؟ والله غيس قال لي إنه مآمن بإمكانياتها وموهبتها، يعني عنده ثقة إنه هي موهوبة كتير وإنه رح تنجح بشغلة إذا ما استسلمت بسهولة. الفضل بيرجع لإله. طبعاً بده يكون الفضل إله، ما هو عم يعمل جهده كل الوقت لحتى تضلي هنيك، فليش لحتى ترجعي؟ أكيد أنا اشتغلت له اليوم على الكتاب، بتمنى يخلص بسرعة، أخذ وقت كتير. طولنا كتير بهالكتاب. فيني شوف شو المستجدات حبيبي؟ أكيد أكيد حياتي، تفضلي. آسفة. مرحبا، كيفكن؟ جان؟ بولين؟ غيس تعال، كنت عم شوف المستجدات اللي عملوها. بأي مرحلة صرنا؟ شوف هون. تعالي ارتاحي انتي، أنا بورجيها هون. جان؟ ليش عم تخليه يقرب منك هيك؟ خلي في مسافة بيناتكم. عادي جان اهدى، لا تعمل قصة، أنا كنت عم شوف الشغل، ما أنا محرزة تتضايق. بالمناسبة سمعت إنكم تصالحتوا وانبسطت لكم كتير، ألف مبروك. بس استغربت شوي. ليش استغربت؟ شو الغريب بالقصة بقى؟ يعني قلت إنك بدك تسافر وحسيت إنه قرار حازم ونهائي، بس أخذت القرار الصح، يعني إنك تترك ريهام وتمشي فيك تعتبره تصرف غبي. شي أكيد، بس نحنا حسينا بقيمة بعضنا بهالفترة. أنا كمان رأيي من رأيه. موفقين معناتها، بس هي كانت فرصة كبيرة إلي، قصدي فرصة لدار النشر. فكرة إنه ريهام تشتغل معنا كانت رائعة. نحن رح نألف كتاب جديد ونوقع العقد اليوم. ما في تراجع على ما يبدو. تراجع؟ شو عم تحكي جان؟ أنت قصدك عن قرارك بالروحة بعدين تراجعك عنه؟ مرحبا. أهلين دارين. كيفك غيس؟ كله رواء. أنا ما عم قاطعكن، ما هيك؟ قاطعينا دارين، عادي كتير مضغوطين، بركي منقدر نتنفس شوي، نريح راسنا، قاطعينا عادي. أوكي، معناتها خليني اختصر الموضوع، ماشي؟ نحن بلشنا الشغل مع جمعية الرفق بالحيوان، وكمان بعتنا ناس من الشركة للاجتماع. ممتاز، وأخيراً أخذنا الحملة. لسه حسب الانتماء لهون أخذنا، مو هيك؟ قصدي إنه أنتوا أخذتوا الحملة. جان، بصراحة أنا كتير حابة ساعدك طبعاً إذا ما عندك مانع، أنت بتعرف قديش بحب الحيوانات وبهتم فيها. إيه ممتاز، ونحن منشارك. عن جد ممتاز. ما في ما يتدخل، دائماً متحمس وبشارك بكل شيء مشان يضل جنبك وبس. ورح نساعدكم بأي شيء بيفيدكم، منطبع المنشورات والكتب ومنوزعها. إيه خلينا نساعدك حياتي. إيه طيب ماشي، منحضر لهالشي مع بعض ريهام؟ إيه أكيد، ليش لا، بضحي بحياتي لكون صوت للي ما لون صوت. رح تضحي بجان لك، مو أنا حياتك. تمام، برأيي خلونا نبلش دغري. معناتها بلا ما نضل هون، خلينا نروح كلياتنا على غرفة الاجتماعات، هون صار خنا كتير. غرفة الاجتماعات ونتفق على كل شيء. تفضلوا. ريهام انت خليكي، بدي اسألك عن شغلة، خليكي هون. لكن كنتي رح توقعي العقد بلا ما تخبريني، ما هيك؟ لا اكيد كنت بدي خبرك، اصلا انا اخذت القرار هلا وسمعت بالعقد من شوي. انت قلتي لي بدك وقت لتفكري، ليش واثقة بقرارك هلا؟ امتى قررتي تضلي بدار النشر وما ترجعي على الوكالة؟ شو عم يصير؟ ما عم بفهم. ايه فكرت بالموضوع وحسبتها، لقيت انه الشغل بدار النشر افضل قرار باخده. هاد رأيك؟ حياتي ايه، لانه بعد كل شيء عملته لهلا ما فيني انسحب. يا حبيبتي فيكي تنشري روايتك باي طريقه، مانك بحاجه للشغل هني. طبعا بحاجه لهالشيء، بعدين انا ما فيني خطط لمسيرتي المهنيه على اساس علاقتي انا وياك جان. هلا هي مسيرتك المهنيه؟ اكيد.
هالشي مو صح، ريهام عم تغلطي وغلط كبير كتير، هذا الشغل ما بيناسبك أبدا. كيف يعني؟ قلت لي عم أغلط؟ إيه؟ قصدك إنه أنا ما رح أنجح باللي عم أعمله؟ ما هيك قصدت، ما فيك تنجحي بكل شيء يا ريهام، ما في داعي تبقي معه، شو اللي رح تحققيه هني؟ شو في داعي لتخاطري هلا؟ هاي الشغلات بتعتمد على الحظ مو أكتر. وبتعتمد على الحظ؟ إيه؟ أنت شو اللي عم تحاول تقوله جان؟ اهدي، يمكن ما عبرت لك صح. لا، أنت كفيت ووفيت حبيبي، لأني بعرف شلون بتفكر وبفهم منيح شو قصدك من هالحكي، بس أنا رح أنجح وبكره أنا بتشوف. ما قلت إنك ما رح تنجحي، قلت ما في لزوم، لا تكبري القصة ريهام، لا تكبريها، وهذا غيس، بعدي عنه، ليش واثقة بهالمغرور كل هالقد؟ ما عم بفهم، من الآخر ما بتعجبني تصرفاته، ما بتعجبني، يروح بحاله خليه بعيد عني. أنا شايفة إنك بتغار منه جان. ما عندي سبب لغار منه. ما في داعي لغار أصلاً، بس أنا عم حاول نبهك لأنه رح تندمي كتير، وإذا ضليتي بالشغل ما رح تندمي أكتر. أنا بأكد لك إنه ما رح أندم، وخاصة إذا بقيت عنده ما رح أندم بنوب، متأكدة. رح تندم، ما رح أندم جان، رح تندم. من هلا عم شوف الندم بعيونك حبيبتي، واضحة. لا حياتي ما رح أندم، أنا رح أحقق حلمي وأكتب روايتي وانشره، وكمان رح تكون أنت أول واحد جنبي. فينا نروح على الاجتماع هلا؟ تفضلي. يلا يلا. في كتير ملاجئ حابة تساعد الحيوانات المتشردة، بس بنفس الوقت ما فيها تعمل هيك لأنه ميزانيتها ما بتكفي لرعايتهم. للأسف هذا الشيء صحيح. أنا عندي اقتراح، بتخيل فينا أنا وغيث نمول جزء منيح من الملاجئ ليستقبلون. أكيد حلو هالشي، بس هيك ما بكفي برأيي. إذا عملنا مركز تنسيق لحتى تصير كل الملاجئ على تواصل مع بعضها بيكون أحسن بكتير. هاي فكرة كتير حلوة، ممكن تنجح كتير. ممتاز، عجبتني فكرة، ممتازة كتير، عجبتني. هاي هي عقلية المعلن. للأسف أنت عم تضيعي وقتك بدار النشر. لا، هي محررة مبدعة وعندها طريقة مميزة بالتفكير. عفوا منك، بس هي بالنهاية معلنة، عندها موهبة بالتحرير والإدارة الفنية كمان، بتشبهني، يعني ما بيصعب عليها الشيء بنوب. عنا في مساحة للإبداع بهالمجال. لا لا، دار النشر بتناسبها أكتر، ريهام عندها فكر إبداعي وهالشيء ضروري لهيئة التحرير الخاصة بالدار. شكرا كتير يا روحي، ما بعتقد أنك مدحتني كل هالقد من قبل، ميرسي إلك. بعتذر كتير إني قاطعتكم، لا تواخذوني، بس لازم روح موقع التصوير فوراً جان. بشوفكن بعدين، كملوا الاجتماع على راحتكم. شكراً لوجودك داري. بشوفكن. الله معك. مع السلامة داري. خلينا نشوف شو رح نعمل. أي جيجي قلنا كيف رح نبلش؟ إيه لازم أول شي نبلش، بظن لازم نبلش، شي كتير مهم. شكراً إلك جيجي. دوري بكل الملفات القديمة لو سمحتي، حاولي تنظميهم بطريقة مرتبة أكتر. إذا بدك فيني رتب الألوان بهذا الشكل. لا ما في داعي، تركيهم على حالهم مشان ما نخربط فيهم. أوكي. شو كيفك ليلى؟ أنا منيحة أمير بيك. إذا عم تدوري على ريهام وغيس، هن بغرفة الاجتماعات. لا أنا أجيت مشان شوف حضرتك. بدك تشوفيني أنا؟ ساويت تعديل على العرض التقديمي وكان بدي أحكي معك بخصوصه. أوكي منحكي. بس وين ملفاتك؟ ماني شايفك جايبتيهم. صح ماني جايبتن لأنه الطبعة كانت منزوعة، ولهيك ما طبعتن أبداً، فقررت أبعت لك ياهن بالإيميل. تمام، بعتيهن يعني؟ لا للأسف ما بعتن، لأنه بصراحة حبيت أحكي معك بالأول، بس شايفتك مشغول كتير. ما في مشكلة، منحكي بغير وقت. بشوفك ميس. ليلى. تفضل. أنا كمان كنت بدي أحكي معك. معي أنا؟ إيه. أنت بتتذكري البرنامج اللي كنت تستخدميه للميزانية؟ ميس ما بتعرف تستخدمه. مع إنه هالبرنامج كتير سهل. بتمنى إذا عندك وقت تتعلميه عليه. ميز ذكية ورح تتعلم بسرعة. ما بظن هالشي. عفواً، آسفة، قصدي ما بظن عندي وقت لحتى أعلمها، لأنه بدي روح شوف خطيب بموقع التصوير، وبصراحة عم يستناني من الصبح وتأخرت، بدي روح لعنده. خطيبك؟ اسمه عثمان ما هيك؟ بصراحة ميس هو ممثل، عم يمثل هلأ بإعلان باعتباره وجه للعلامة التجارية. وعدته أني روح زوره بموقع التصوير. شو أعمل؟ كنت بتمنى عليك. حلو كتير. شكراً. هو شغل صغير، يعني هو إعلان صغير لزبون صغير إلنا. يا ريت ما تهتمي كتير لحكي أمير بيك، هذا إعلان للبنك، والبنك ذات نفسه كتير مهم، وخطيبي عثمان هو الوجه الإعلاني فيه. ماشي، هي تفاصيل مو مهمة، بيعتقد إني بجيب له الحظ الحلو، لهيك ما فيني خيب له ظنه. شو أعمل؟ ما بعرف إذا كنت بجيب الحظ الحلو أو الفرح لهذا الإنسان. منكمل حديثنا بعدين، عن إذنكم. مع السلامة، موفقة بمشوارك. شكراً إلك. طيب شو رح نعمل هلأ؟ أنا عم فكر روح على البحر مع لوريس جامبيك. صرحنا فكرة الحملة بالحارة ووافقتوا. بعتي الملاحظات اللي كتبتيها للفريق، خلي فاتح وسليم يشتغلوا عليهم هلأ.
خلي منى تتصل بالمطبعة. شفتي شلون ريهام؟ انت لهاللحظة مهتمة بشغلنا بهالشركة، ولساتك عم تحاولي تنظمي كل شيء، ولهلا عم تتدخلي بكل شاردة واردة بهالوكالة. ايه لأنه لساتني بالمرحلة الانتقالية. بس ما فينا نتخطى هي المرحلة أحيانا يعني. فيك تتخطاها بشكل منيح، ما رح يكون في أي مشاكل بالشغل، ونحن رح نحط خطة العمل. ها؟ يلا خلينا نبلش فورا. يلا لكن أنا جاية معك غيس. ريهام انت جاية ما هيك؟ بدنا نبلش فورا. يلا لاحقتكم. يلا. أنا رايحة. هذا بيلعي كتير على فكرة. خلصنا جان. خاطرك. مثل ما عملك هذا كتير بيلعي. شو نسيتي؟ نسيت. بحب هالمفاجآت وهي دائما بتفاجئني.